والله أنا فرحانة ما شاء الله. المرأة الإفريقية لها دور كبير في المجتمع. المرأة الإفريقية هي مرأة مشرفة، مرأة مؤدبة ما شاء الله. والله اليوم المهرجان كان مريح ما شاء الله. هلو نشكر رئيسة البريمير دا من ديبي تينو، جات شرفنا في الفام الإفريقية. هي دايما تهتم بالمرأة الإفريقية. المرأة الإفريقية هي لها دور كبير في المجتمع. كلنا عاوين التشاديين ده فرحانين بشنو؟ عشان الجورني انترناسيونال دي لا فام افريكان ده اي كومبري لو تشاد. هذا عنينا فرحانين هسه السال ملان. الله يخلي العاوين التشاديين ذاتها ما ينوموا، خليه يشتغلوا ويكاتفوا يوقوا مش النساء عن الدولة الآخرة البرة. المرأة لو برة لو داخل إن شاء الله تشتغل وتمسك نفسها. لو راجلك يتوفى ولا راجلك ما فيه ما في طلقات ولا مات ولا كي كل خلي النسوان نكاتفوا ونشتغلوا ونمسكوا إيالنا ويقروم ويعلموهم ويعدوهم عشان ينفوك قدام في المستقبل. ونحن في تشاد أول مرة يعني نعيدوا بمشاركة عن الكوميونيتي عن الدول القاعدين هنا ودورنا الهدف الأولاني يعني المرأة الأفريقية لازم تلعب دورها. المرأة الأفريقية لازم هي بس ترفع الحنبول، ترفع الرايه عن افريقيا فوق، ويالا وازواجها واخوانها كل يتابعوها. ونشكر البريميل دام دائما في شجاعتنا نحن الاوين، يعني شجاعتنا دائما تقول المراه المراه، ودائما هي قد تجاسف في جانبنا نحن الاوين. إن المرأة في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية تلعب دورا كبيرا في تنمية وتقدم المجتمعات في العديد من المجالات، ومن هذا المنطلق تشكل المرأة الإفريقية حيزا كبيرا من الواقع المجتمعي في القارة الإفريقية، حيث أنها تتقدم أكثر من أخيها الرجل، إلا أن الأرضية الإفريقية للمرأة لم تستغل بشكل جيد، وهذه حقيقة ملموسة، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق ما لم يتم مشاركة المرأة. وإن الأرقام والدراسات تؤكد أن المرأة الإفريقية تنتج 70% من الإنتاج الزراعي وبقدراتها الذاتية، وقد أكدت الدراسات أن نسبة إنتاجية المرأة تتزايد حيث ارتفعت من 20 إلى 30% وفق الدراسات التي أجرتها المنظمة المتحدة للتنمية، إضافة إلى دورها الريادي في التنمية الأسرية، بل تعتبر المرأة الإفريقية داعمة للاقتصاد عبر مؤسساتها المختلفة، وتغطي احتياجاتها الاقتصادية بنسبة 90% من خلال الزراعة والتجارة والتدبير المنزلي، مما جعلها قيادية في مجال التنمية المستدامة واستقلاليتها. ومن هذا المنطلق فإن تحفيز المرأة ومشاركتها في التعليم والتربية جنبا إلى أخيها الرجل خطوة هامة نحو التنمية، وعلى الجميع العمل على ترقية المرأة الريفية وتمكينها بالوسائل الضرورية اللازمة لبلوغ أهداف التنمية، وهي من أكبر التحديات التي تواجه المرأة الإفريقية إلى جانب توليها مواقع مسؤولية اتخاذ القرارات، إضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية. وبالرغم من هذه التحديات فإن الحكومات الإفريقية والاتحاد الإفريقي يسعون جاهدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل المرأة العمود الفقري لهذا الاقتصاد الإفريقي.